رجل نادر من الصعوبة أن يتكلم. قائدا في ثياب وزير خارجية. فارس إنسان دبلوماسي. إقامة الحق والعدل ولنشر النظام والأمن ولتحقيق الخير والسلام. هنا ولد سعود الفيصل. قد بدا المجد في سماء الوجود مذ بدا اليمن من قدوم سعود، فهو الشبل الأمير فخر أبيه وحفيد المليك نعم الحفيد. وهنا عاش، وداخل هذه الغرفة اتخذت أهم القرارات. سعود الفيصل. نحن العرب أهل ود وعهد، أكرمنا الله بأن حملنا رسالة الإسلام. أمير الدبلوماسية. يا أمير ابن ملك، أشهد بالله يا سعود أنك أنت أميرا في أخلاقك وأميرا في منظرك. شخصية عالمية، مدافع صلب عن حقوق وطن. وعميدها. هو حل غير مقبول، فالقدس ومقدساتها تمثل في ضمير كل عربي وكل مسلم معنى الضمير معهم هدفهم الأول إنهاء الأزمة اللبنانية وتأييدنا لجهود الشرعية اللبنانية ولسانها أن يعيش في أمن أو سلام مع نفسه وودانه. He was the dean of Arab diplomacy. حسن تصرف، لباقة في التعامل، ثبات في المواقف. والخطيب المفوه بلسان السلام. لا يسعني وأنا القادم إليكم من قلب أرض العرب مهبط الوحي وموئل الحرمين ومثوى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن أبادركم بدعوة السلام عليكم، وهي دعوة السلام والمودة التي يتبادلها كل عربي وكل مسلم عند كل لقاء. الإنتاج الدرامي الوثائقي الأضخم. سعود، رحلة أربعة عقود بين دروب السياسة الوعرة. كان عنده القدرة على ألا يتوقف عن العمل. الشعور بالضيم الذي يشعر به كل مواطن فلسطيني. قدمت العراق على طبق من فضة إلى إيران، وتمكنت من تحرير الكويت من ذلك العدوان الغاشم. أن الموقف الإيراني لم يكن مشجع، بل العكس، الموقف الإيراني كان مندفعا. ولا بد لنا من أن نواصل دعمنا وتأييدنا لجهود الشرعية اللبنانية. كان له دور الأكبر في وضع لبنات مجلس التعاون، والتي أكدت وقوف المملكة الحازم في وجه الإرهاب. Prince Saud's performance after 9/11 was critical. إن اليمن السعيد لأنه من آلامه. كان الأمير سعود يحمل رسالة بلده، وهو العمل على إيقاف هذه الحرب المدمرة. سعود الفيصل، السياسة في حضرة الأخلاق. نعلن الرفض القاطع لاستيلاء دولة على أراضي دولة أخرى بقوة السلاح. يستطيع أن يقلب الأعداء إلى أصدقاء. مدافع صلب عن حقوق وطن. تأريخ دقيق لأهم الوقائع السياسية في عمر الأمتين العربية والإسلامية. فسترونني أنا بنفسي وإخوتي وأبنائي أمامكم. السعودية كما لو كانت في حالة طوارئ. كان ديفيد طبعا أتت رمية رمح. كما يهمه دوما أن العرب كلهم يعني يقفون تحت مظلة واحدة. كادت أن تذهب بكثير من المعادلات السياسية المستقرة وتحديدها للأمن الإقليمي العربي والدولي في المنطقة. بدأ الوفاق والوئام فيما بين اللبنانيين، وأحسوا بأن القضية أصبحت لبنانية أكثر. وإذا بهم جميعا يرددوا كلمات النشيد اللبناني في وقت واحد. ذكريات ومواقف إنسانية تروى لأول مرة. كان عنده روح دعابة من أجمل ما يكون والله العظيم. ليس أخا فقط وإنما صديق. نلعب كيرم، نلعب ورق،
بيننا وبين بعض الأخوان والأخوات. في الغرفة ونحن نعمل وجد شخص مستلقي ونائم يقول اتركوه لا تصحوه سيبوه ارتاح شوي. فقام الأمير وعانقه وغرورقت عيناه بالدموع. واحدة من الفرس ولدت وسماها هيفا. أنا طبعا فرحت أنه علي أنا بس مو علي أنا. وفعلا أول بنت جابها سماها هيفا لأنه كان كثير يحب الاسم. حتى الخدم عنده في بيته يعاملهم كأخوان، يعاملهم كناس عاش معاهم واقتسم معاهم اللقمة وأصبحوا من قماشة واحد. هذه كانت شخصية الأمير رحمه الله سعود بن فيصل. 40 ضيفا شخصيات عالمية تروي قصة الرجل الذي إذا تحدث أدهش. نحن العرب، نحن في المملكة العربية السعودية لا ننكث بالوعد كما لا نرتضي الوعيد. And my impression of him was that he was very cool and competent. وبطبيعة الحال الكل العيون تتجه للأمير سعود. كان لما يدخل الأمير سعود الفيصل الجمعية العامة في سبتمبر عادة تشوف الحالة اللي حوالينه من الوفود الأخرى. وإذا صمت حير وإذا غضب أربك العالم. فأما أن يعالج مجلس الأمن قضايانا المشروعة بالجدية والمسؤولية ووفقا لهذه الأسس، أو أننا سنجد أنفسنا مرغمين على إدارة ظهورنا والنظر في خيارات أخرى. إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها. عميد الدبلوماسية في عيون العالم. سعود الفيصل له شريان قلب كل مواطن. وعيون من عرفوه عن قرب. كل ما تتعرف على الأمير سعود أكثر تعرف مدى قدرته وسرعة بديته. ما كان يحتاج يرفع صوته، كان يفهم الشخص بغلطه بكلمتين أو ثلاثة. كان في البيت أب حنون ويحب الجمع يحب عيلته. كان هو بنفسه يوقف يأخذ منهم ويتكلم معهم، فلما يرجع يوجهنا بما قرر لهم أو بالمساعدات اللي حيسويها لهم. الكل كان بيعمل الجميع بنفس الطريقة. سعود وثائقي في أجزاء يؤرخ لرحلة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل. قضية القدس من الثوابت. حين يقول نعم كانت نعم، وحين يقول لا كانت لا. كانت صدمة لكل اللي عرفوه للأمير سعود. ذاكرة عربية إسلامية يحمل صفات ينفرد بها عن غيره. ويحق لكل مواطن سعودي وكل عربي ومسلم أن يفخر ويعتز به وبالبلد والأسرة التي أنجبته. مبادركم بدعوة السلام عليكم.